تسمعوا راف ماغ من كامل أنحاء العالم على EFM.tn. علي راف ماغ. صيحة فزع يطلقها الفنانين في تفاصيلها مع أنيس الخماسي اللي حكي البارح برشا حاجات توجع في علاقة باعتسام الفنانين والحالة المزرية اللي وصلوا لها بعض الفنانين. تفاصيل مع ميمي. أنيس الخماسي يقول أنه اعتصام الفنانين مازال متواصل والفنانين مازالوا يرفضوا المنح الاستثنائية. كان البارح حاضر صابر الرباعي في زيارة دعم بمدينة الثقافة للفنانين، قال تعبنا وفدينا من الكلام واعتصامنا مفتوح ومشكلتنا مش فلوس. سأل زيدا قال ويني كرامة الفنان، وين وزارة الثقافة، وين القانون الفنان اللي باش يحمينا. قال زيدا انه حالونا على البطالة الإجبارية دون إيجاد حلول، وقال زيدا كلام يوجع آخر يخص الفنانين، خلينا نسمعه. في بالك اللي فما ناس شيء تشيل الاعتصام كل يوم تحضر خاطر ما يجليك باش تاكل باش تركع باش تنجم تاكل وتروح، ما عندوش باش تاكل في دار للاسف يموت بالشر. يجي الاعتصام باش ياكل مشكورين الناس الكل، النساء ما تجي في الماء ولا يجي في التاي يجي في القهوه يجي في الماكله، كل واحد اعلنوا لي كريمه ناس جايه للاعتصام باش تاكل. شعر هم مشكون جاي للاعتصام في حركه تجير بالقصبه، جايب ولاده يحب يبيع ولاده، هذه تصويره. التعليق كانت هكا. الفنانين اليوم في تونس مساكن ولاو درجة ثانية، فما اللي قال فنانين معتصمين كامور معتصمين علام معتصم قضاة معتصمون الشمال معتصمون اش مازال وتونس ماشية في الهاوية، وفما اللي قال مساكن الفنانين غوثنا عليهم لين كلاوها في العظم، وفما اللي قال والله العظيم انا الفنانين اليوم مانيش فاهم على شنو باش يعتصموا، ما اللي عنده يعطي اللي ما عندوش، الله غالب دولة ما عندهاش. ونوفى بالتعليق هذا بحول اللي بعد 10 سنين من توا قالنا نتفكروا في الايامات هذه كيف الماء والضوء والريزو يقصوا علينا والحليب والغاز مفقودين، نقعدوا نضحكوا 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 بعد نطفي والحطب وندخلوا للكهف ونرقدوا. انا واحد يحب يبيع اولاده ناخذها رمزيه معناها، ولكن انه يمشي باش ياكل في الاعتصام حاجه توجع برشا مرة. صوره مؤلمه، المساج مؤلم، المساج يدل انه فما خلي باش نقولوا حبش حتى نستعمل كلمة مهدين بالمجاعة، لكن هذاك هو الواقع. هو واقع استثنائي لأنه الكورونا واقع استثنائي ما مسش تونس بركة. يلزم الفنانين يصبروا شوية، يلزم الدولة تحاول تلقى إيجابات، ويلزم الفترة هذه تصلح لإعادة هيكلة تامة. طبعا أنا مليون مرة من المنبر هذا كل تضامن مع الفنانين ونعيبوا على الدولة أني ما لقاتش حلول من شهر أفريل، راهو الكورونا بدأت من شهر من أواخر مارس أول أفريل، دونك أنت تعرف وأنك مسكر البيبان على المهرجانات على العريس على الحفلات وكل، دونك نجم تلقى آلية. بقى يلزم زيادة الفنانين ابتداء من الفترة هذه يخموا، راهو جزء كبير من الفنانين اللي يطالبوا اليوم مثلا نعمل جراية، معني أنا عندي كما نقولوا أنا الصندوق وقت اللي توقف الخدمة يخلصني. هذا ينبني على حاجة هو أنه الفنانين ما عادش يخدموا في النوار، هذا إشكالية كبيرة ماهوش وقتها توا باش نجبدوا عليها في تونس، ولكن فما إشكالية كبيرة وأنه كل من يخدم في ما نسميهم أنا مهن العروض والفن والثقافة نسبة كبيرة ياسر منهم ما همش مصرحين، يفضل ياخو حاجة تحت الحيط تحت الطاولة يقول كان حالتي بفلوس بلوتو كانوا باش يحرم روحه من 15% ولا 20% ولا 30% منهم في إطار مثلا أنه يخلص على روحه باتيندا أو أنه يدخل في نظام معين. للأسف في كل الأنظمة في العالم، أنا خدمت شوية على الموضوع باش نحكيه عليه اليوم في, في, في البرنامج في هذه خرتها في التاسعة، كل الأنظمة في العالم أبرزهم فرنسا معروفة بالزانترميتون دو سبيكتاكل، خويا الزانترميتون دو سبيكتاكل راهو الدولة تاخذ عليك 15 20 25% تلقاهم وقت الصحيح، تلقاهم وقت الانتريك، هذا مش موجود اليوم. الدولة تجب تحل اليوم 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 في الساعات القادمة قادرة تقدم حاجة الدولة للناس هذي ولا باش يقعدوا يتفرجوا فيهم. فما منحة هما يعتبروها، فما منحة بديت وقت شيراز العتيري يبدو لي منحة ب 450 دينار في الشهر. المشكلة رفيق باش زادة نعطيه للدولة حقها ريمون، تنجمش تتهمني أني أنا مع ضد معناها نساعد في الدولة في المسألة هذه، ولكن لا معروف ضد الدولة لكن الدولة من بعد القوائم كيفاش باش تبنيها؟ فما ناس ماهيش مسرحة ماهيش موجودة في حتى بلاصة، ربي عينها مالغريتو لأني حالات اجتماعية، ولكن حتى الدولة تحب تلقاك أنت عواجي، أنت عندك مدرسة متاع كمانجا كيلكوبار، أنت دريبكي ماكش مقيد في حتى بلاصة، يطرح هذا إشكال. اللي يحكي فيه مراد منطقي، أما هذايا معناها نجم نحكي فيه على الأمد المتوسط على الأقل، على الأمد القصير
اليوم ناس تقول لك احنا جوعنا، جوعنا في كروشنا، شو تحكي؟ لازم تحل توا الان الان يعني نرجعوا ونحكيوا على اختيارات الدوله. الدوله اختارت اني تعول على وعي المواطن في النهار، يا مواطن يا اللي تطلع في الكار، يا اللي تمشي للسوق، يا اللي تمشي للمساحه الكبرى، رد بالك، البس البافات، احترم التباعد، اعمل الجيل في ديك، وربي معانا. اخترنا هذا، ما المانع انك تختار هذا في الليل؟ الناس اللي باش يخدموا والناس اللي باش يسهروا يكونوا مسؤولين على رواحهم وعلى غيرهم وعلى رواحهم اولا. اليوم المعضله الكبيره، والا على الاقل نقطه الاستفهام الكبيره، علاش نعولوا على وعي المواطن في النهار وما نعولوش على وعي المواطن في الليل؟ ماهوش الليل فيه العدوى تنتقل اكثر من النهار، ماهوش المكان بالعكس، تنجم تتحكم في المسرح وتنجم تتحكم في الحفلات وتنجم تتحكم اكثر من اللي تتحكم في الكار الصفراء اللي تقعد. الكار الصفراء بالنسبه لينا اكثر مكان تنتقل فيه العدوى. اللجنه العلميه تقول لك لا، الاماكن نتاع السهريات والمطاعم والبوتيت وغيره وكذا هي اكثر بؤر نتاع انتقال العدوى. سالوها على الكار الصفراء، سالوها على النقل العمومي، ما مش مع كل شيء. معناها المقارنه تعملت مع الخدمه في النهار، مع النقل الريفي، مع النقل العمومي، يبدو انه البؤر كبيرة موجودة في الليل في الأماكن هذه. مانيش قاعد ندافع على موقف الدولة، ولكن نطرح في مش رؤية الدولة للموضوع. لكن رفيق بالمنطق، مش ما تنجمش تقول لي اللي العدوى في مسرح مثلا تنتقل أكثر من هذاك النقل الريفي ولا النقل الجماعي ولا الكارثة. في قاعة السينما والمسرح أكثر منهم البواتيت، سامحني في الكلمة، والريستورانات وغيره. لا لا، هي مشاكل تحكي سونيا وأنا موافقها 100%. مثلا قاعات السينما والمسرح نجم تعمل تبع الاجتماعي كرسي بكرسي. داير البارح مثلا في فرنسا ماكرون عمل قرار هيليس خليه الكوفر فو للتسعة، أما قال إذا كان عندك تذكرة نتاع مسرح اللي أنت دخلت معناها فيها الوقت نتاعها ما يسالش البوليس يعزيك. والله انا نواجه رساله للفنانين، ان شاء الله محنه وباش تتعدى، واكيد باش تراو الوزره في السهريات والمسؤولين في السهريات، بربي لا تغنيوا لهم وبربي تردوا عاقبوهم وبربي علاش ما نعملوش حركه تضامنيه الراف الاذاعات وكل ما عادش نعديو اغنيه خلي يعرفوا العباد قيمه الموسيقى. والله حق تعملها انت يا راف. نعاقبوا في شكون؟ نعاقبوا في روحنا، نعاقبوا في المستقبل. باش تعمل حمله تحسيسيه الراف. ما يعديش موسيقى تونسيه بطبيعتنا احنا، عمرنا ما نعديو. لا لا، خلي عدى، ما لا عدى البارح، عدى هادي جويني وعمل تكريم رفيق. نعم. عدي هادي جويني كي ما تحضرش انت خاطر يحب كرونيكورات 100% جنسيه تونسيه. صحيح. تخون فيا معنى. لا لا، ادفع عليك تحيه للمليون ونص تونسي اللي عندهم. كي تربي واحد هكا كيما زين ما تسحقش تجاوب. روتفايل لا تربي فيا، تربي شنيا راه شوف عايش عايش اسحبك وشنيا تربي دور انت مطيع. ايوا الفنانين اليوم طالبين اكثر من الحلول، طالبين ناس تسمعهم، ناس تحكي معهم. اليوم يقول انيس الخميس حكي معنا كان مسؤول في الشؤون الاجتماعيه، اليوم متقلقين كيفاش ما عندهمش وزير ثقافه يدافع عليهم ويحكي باسمهم، مازال اليوم فما وزير بالنيابه. اليوم الفنانين يقول لك احنا في الموجه الاولى، حد من حد ما فما حد واحد فيهم ما تكلم معناها ولا اضرب ولا عمل اعتصام على خاطر سامبلومون يقول لك هذه كارثه. نعرفوا اللي الدوله ما كانتش عملت لها حساب، اما اليوم في الموجه الثانيه علاش لليوم المواطنين حاطيهم في الصف الثاني؟ لليوم ماهمش عاطينهم حلول. زاده من حقهم هما كما قال، ناس ماتت بالجوع، ناس ماتت بالشر، هما يبقاو توانسه قبل ما يكونوا فنانين. غير واحد يتخيل السيناريو تاعهم يخلص بالجورناتا، يخلص بالجورناتا، يخلص بالجورناتا، قداش عنده من نهار وشهرته ماهوش يخدم، قداش باش تدوم الحكايه؟ عواجي يضرب على كذا، شو ينجم يعمل في حياته ابار هذاك؟ ما ينجم يعمل حتى شيء. قداش يتسلف؟ قداش يستناه بانكا؟ قداش يستناه الملاك؟ قداش يستناه حاله توجع؟ عيب راهو الناس هذوما يمشيش يحكي معاهم كل يوم واحد، عيب. يلزم يلقوا لهم شويه هكا ربع حل على الاقل باش الناس هذه ما تموتش. مانيش نحكيو باش يقعدوا في ستاندينغ معين باش الناس هذيا ما تموتش، باش ياكلوا، باش ما يقعدش هابط الاعتصام وهز ولاده باش جوست ياكلوا كاسكروت وياكلوا حاجه ويروحوا للدار. اخبار الطرقات مع صديقتنا الفتوت سويتو.